جايبين معنا ضيافة، هي الحفلة بتتضمن يعني ألعاب، مسابقات، ضيافة، ونتفرج على أفلام كرتون نحن والأطفال. كل هالشي لأنه نحن صاير فينا هون الأطفال تبعاتنا عم ينشأوا على جيل كله حرب، كله صواريخ، كله طيران، اللي نحن من زمان ما خلينا فيه. كانوا أهلينا من زمان يقولوا لنا بحرب تشرين، نحن ما صدقون يعني. نحن هلا حسينا بالأطفال تبعاتنا، وخاصة للأطفال ما في شيء يعني، ما في بسكوت لإله، ما في هيك. ونحن صار فينا كجمعية عم نتمنى قد ما فينا نشتغل ونسعد الطفل مشان نقدم له ونساعده. يعني هلا شوفت عينك الحفلة كلها هون، بعد شوي بتلاقي هيك الأولاد عم يلعبوا ومبسوطين، يعني وكثير كثير الحمد لله من فضل الله. الأطفال من جوا الحرب عايشين فيه، نحن قد ما فينا عم نطلع الأطفال من الحرب اللي هن عايشين فيه. يعني بفضل من رب العالمين عم يعيشوا كل هاليومين ثلاثة أربعة مبسوطين. بس برغم هالشي بهالأيام اللي عم تمضي إلا ما تجي الميك تذكرهم بالطيران وتذكرهم بالضرب وتذكرهم، بس إحنا قد ما فينا عم نقدر. انبسطت كلياتها، ما في احلى من هيك الحمد لله. كل الاولاد عم يلعبوا مبسوطين وقاعدين، والبنات عم تلعبوا وكلهم مبسوطين الحمد لله. كثير مبسوطين اليوم. نعم؟ كثير مبسوطين. ايه. وش لعبتوا اليوم؟ المراجيح وبالزحليطات وبكل شيء. كل عام وانت بخير. وانت بخير.